مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. معظم الأمريكيين يتبنون أطفالا من ثقافات خارجية لجعل مفهوم الأسرة والعائلة أكثر شمولا وكمالا، وبالتالي قد يعتمدون على عدة أجهزة ومنظمات لإيجاد الأطفال المناسبين. وفي هذا الصدد قامت عائلة من ولاية أوهايو الأمريكية بالبحث عن طفلة باتباع هذه العملية القانونية هناك لإكمال ما ينقصهم في أسرتهم. لكن ما لم يضرب له حسابا في البداية هو أن لها سرا صغيرا سيذهلهم في النهاية، فابقوا معنا لمعرفة المزيد عن هذه القصة المذهلة. لكن قبل ذلك لا تنسوا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. عندما قرر آدم وجيسيكا ديفيس تبني طفل كان في قمة السعادة، ورغم أنهم امتلكوا 4 أطفال من صلبهم إلا أنهم أرادوا جعل مفهوم العائلة لهم ولأطفالهم أعمق وأكثر شمولا. وبالتالي كان قرارهم النهائي الاتصال بأحد وكالات التبني لإيجاد طفل أو طفلة من ثقافة أخرى لا منزل ولا أسرة لهم ويستحقون التبني والحب والاحترام. بالتالي اتصلوا بوكالة في أوهايو تدعى استشارة التبني الأوروبية، والتي كان هدفها الرئيسي منح اليتامى فرصة لإيجاد عائلات لتبنيهم في الولايات المتحدة. وعلى أي، بعد عدة أشهر اتصلت الوكالة بالأسرة لتخبرهم بأنهم قد وجدوا طفلة صغيرة بعمر 5 سنوات تدعى أماتا، والتي كانت في حاجة لمنزل وأسرة تأويها بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بحيث أن أماتا وبعد توفي والدتها لم ترغب أمها المتسلطة والقاسية في تربيتها والاعتناء بها، وإن ظلت في أوغندا فلن يكون لها أي مستقبل وخصوصا بالنسبة لعمرها. ورغم أن الوكالة صرحت لأسرة دايفيس بأن الأمر سيكون مقابل رسوم بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، إلا أن المال لم يكن الأمر الأهم بالنسبة لهم، بحيث اعتبروا مسبقا على أننا مات جزءا من عائلتهم وحلقوا بالطائرة لأوغندا من أجل جلبها، غير مدركين أن الأمور ليست مثل ما تخيلوا. ومع حلول عام 2015 التقى الزوجان بناماتا ووقع في حبها على الفور، وعثروا عليها في ميتم يدعى رحمة الله، والذي كان بالنسبة لهم مكانا سيئا رغم ما يوفره من حماية. وعلى أي، عاد الزوجان بابنتهم الجديدة للوطن وقدموها لأولادهم 4 وأطلقوا عليها لقب ماتا. جرت الأمور بشكل زلس بعض الوقت، بحيث اعتادت ماتا الحياة في أمريكا وأبدت عن رغبتها في الدراسة، بحيث تعلمت الإنجليزية بسرعة. لكن ومع تطور لغتها أكثر أصبحت على مقدار للتواصل والتحدث عن أمر أكبر، وهو السر الذي أخبرناكم عنه في البداية. فبعد مرور سنة واحدة أصبحت ماتا منفتحة وعبرت عن الكثير حيال بلدها الأم بطريقة لم يستصغها آدم وجيسيكا بشكل خاص، بحيث تحدثت عن والدتها وإخوانها وعن مدى حبها لهم، وهو ما بدا عكس ما جاء في ملف تبني ماتا، بحيث بدأ الزوجان في التشكيك بمدى مصداقية الوكالة ومدى حقيقة كونها يتيمة، بحيث أنها لم تكن ذلك أبدا من الأساس، لأنها عاشت مع عائلة محبة وجيدة ولم ترغب أسرتها أبدا في التخلي عنها. ولذا أراد الزوجان القيام بأمر ما حيال هذا الأمر، وبالتالي اتصلوا بنشطة حقوقية تدعى كارين رايلي، والتي تعمل في مجال إعادة الأطفال الذين يتم الاتجار بهم لعائلتهم. وقد أخبرت كايلي أن هذه القصة تحتاج انتباه وسائل الإعلام لها لتسليط الضوء على نوع من الأنشطة الإجرامية التي يتم فيها خطف الأطفال والاتجار بهم، وبالطبع وافق الوالدان على الفور. وعلى أي، انتهى كل هذا بإيجاد أمنا ماتا وسماع جزئها من القصة الذي اتضح منه بأن هنالك العديد من الوكالات التي تقوم بأعمال غير شرعية بطريقة دنيئة، بحيث لدى توجه موظفيها لأوغندا حيث تعيش ناماتا. أخبروا الأسر هناك بأنهم يعملون في إيجاد منح دراسية لأبنائهم في أمريكا، وبالطبع وافق العديد من الآباء على هذا الأمر لأنهم يرغبون في أن يدرس أبناؤهم. لكن ما لم يعرفوا هو أن الوكالة تتلقى الأموال فيهم وتروج لهم على أساس أنهم يتامى متخلى عنهم وعاشوا حياة قاسية وفي أمس الحاجة للرعاية والتبني. ورغم غضب آدم وجيسيكا وحيرتهم لأنهم اعتادوا على ماتا ويحبونها كابنتهم، إلا أنهم كانوا على علم بأنها في حاجة لأسرتها الحقيقية، وبالتالي قررا إعادتها لمسقط رأسها وعاشوا معها لحظة لم شمل من جديد مع عائلتها الأصلية، والتي كانت أكثر من ممتنة لما قامت به أسرة دايفيس.
يجدر الذكر بأن الوكالة قد قامت بالأمر منذ سنوات، وهنالك الكثير مثلها في عدة أماكن في العالم، ولسوء الحظ لم يكن مصير كل الأطفال مثل ما تاه. بالطبع لم يمر الأمر مرور الكرام، بحيث تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالية وتم تحميل العقوبات للوكالة وتوقيفها عن العمل نهائيا. لكن وكما خمنتم تماما، هذه الوكالة ليست سوى جزءا فقط من عدة وكالات مشابهة، وبالتالي دفع هذا الأمر الزوجان للعمل مع الناشطة الحقوقية وإعادة المزيد من الأطفال لعائلتهم. وفي النهاية، فعل الخير قد يخفي في بعض الأحيان جزءا مظلما إن تمت معرفته سيقلب كل شيء رأسا على عقب. فما رأيكم بخصوص هذه القصة يا أصدقاء؟ أخبرونا بأرائكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو في قسم التعليقات.